على قدر هذا التكليف وهذه المسؤولية، انكم بتكتبوا حاجة ممكن يقراها ملايين. بالتأكيد يعني خصوصا انه دلوقتي يعني كان زمان يقول لك ايه الصحيفة دي طبعت 100,000، يا خبر يعني ايه، شغلانة جامدة جدا. دلوقتي شوف بقى كم واحد معاه موبايل دلوقتي يطلعه كده، يطلع الجورنال ويطلع المقالات، ملايين، عشرات الملايين. لأن الأمر زاد جدا على مستوى الصحافة الإلكترونية والمواقع، وبتواجه مشكلة حقيقية على النقيض دلوقتي الصحافة الورقية 100% بحجم القراء أو المتابعين. يعني مش بس كده، يعني الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي ده مع التليفون كمان شوية الناس كلها هتشوفه. يعني المنظومة الإعلامية تغيرت تماما، وكل من يعمل في هذه المهنة عليه ان يعرف انه مسؤوليته تضاعفت، وانه هيحاسب على كل كلمة بيقولها في الخير او في الشر. طيب عايز حضرتك توضح للناس كمان، كان في مثال حقيقة مضيء جدا، يعني نموذج قدمه الاستاذ عصام عبد المنعم وقت ان تولى رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، في حاجة في العالم كله اسمها تداخل او تضارب المصالح او الكونفليكت اوف انترست. قال انه بيعتذر مؤقتا طوال فترة رئاسته للاتحاد المصري لكرة القدم عن كتابة المقالات او العمل والاستمرار في اداء مهمته كناقد رياضي حتى لا تتداخل المصالح، وعشان ما يبقاش خصم وحكم. للأسف كتير من الناس ما بيهمهمش، بيبقوا خصم وحكم، وبيعمل في 3-4 جهات المفروض انهم بيتابعوا بعض ويراقبوا بعض ويقيموا بعض، وبينهم علاقة فيها نوع من التوازن. ما ينفعش يبقى شخص مسؤول هنا وهنا وهنا في الأربع أماكن دول. يا ريت حضرتك توضح للناس النقطة دي، ليه خدت القرار. يعني هو يعني انت وضحت كل حاجة يعني، وانت يعني يكفي دلوقتي السعادة اللي انا حاسس بيها وانت بتقول الكلام ده، وانت والناس بتسمعه، انه الواحد احترم نفسه واحترم العمل اللي بيقوم به والمهمه الكبيره اللي كانت مرفعه لحضرتك يعني في الوقت، واحترم المسؤوليه الملقاه عليه سواء كان اللي انتخبوه او اللي عينوه، انه ما يجمعش بين الاثنين. دي من ناحيه. ناحيه تانية، لابد ان الفرص تتاح للناس كلها. ما هو انت اذا جمعت انت 3-4 مناصب، حرمت 2-3 تانيين مستحقين ان هم يتولوا، صحيح، ويبداوا كارير ويمشوا، بل وافقدت بعض هذه المناصب طول فتره الجمع بينها قيمتها، لانه مش هتبقى حضرتك بتنقد نفسك كناقد او رئيس للقسم الرياضي او رئيس تحرير لمطبوعه كبيره. يعني هتبقى بتفقدها وبتجمد دورها، لانها مش هتنقد المؤسسه الرياضيه اللي بيتولى رئاستها. بالتاكيد يعني يعني العيوب كثيره جدا في الجمع بين المناصب اللي بالشكل ده، ويعني ما فيش سوبرمان، ما فيش حد يقدر. دي قضية خلافية حضرتك شايفها ازاي؟ الفترة اللي فاتت أثيرت حول بعض الشخصيات، كلها شخصيات محترمة وزملاء في الوسط وبنعتز بيهم وأصدقاء كتير منهم على المستوى الشخصي. البعض يقول ازاي يا جماعة بتجمعوا بين العمل العام كأعضاء أو رؤساء لاتحادات رياضية سواء كرة أو غيرها، وبين العمل كإعلاميين رياضيين سواء نقاد أو مقدمي برامج. في نظرتين. بعض الناس يقول يا جماعة طب مش معنى أنه تطوع أو خاض انتخابات ونجح وترشح وانتخبوه للعمل في هذا الاتحاد أو ذاك أنه نحرم منه كإعلامي لو كان متميز وناجح، أو أنه هو يحرم من عمله اللي بيحقق له دخل ومصدر رزقه. في نفس الوقت الناس التانية قالت لا مش معقول، الجمع بين الأمرين أمر يدعو للسخرية. حضرتك شايف الحكايه دي نحلها ازاي في الفتره الجايه، وايه المعادله اللي نتعامل بيها مع الموضوع؟ ملهاش يعني، انا يعني ما اقدرش اقول حل، انا اللي انا عملته اللي حضرتك شايفه الامثل. ان الامثل انت عايز تبقى حضرتك يعني مسؤول رياضي منتخب او معين، وده يتعارض تعارض واضح مع مهنه الصحافه والاعلام والنقد اللي هو المفروض يقيم عملك. اختار، اذا اخترت ان انت تبقى مسؤول يجب ان تتوقف عن المهنة دي اذا كنت تستطيع. اذا ما كنتش تستطيع وانت بترتزق من دي، وانا لما ببطل صحافة واعلام ونقد وبتاع ما بقبضش فلوس، وبشتغل هاوي في مجال الاتحاد من الاتحادات الرياضية. دلوقتي لا، دلوقتي الاتحادات بيقبضوا،
لكن طول الفترة اللي فاتت ما كانش فيه الكلام ده. اذا كنت تقدر تستحمل كده خلاص، ما تقدرش تستحمل ما تشتغلش في في المهنة اللي بتتطلب الهواية دي. يعني برضو الامر بيرجع لقناعات الشخص نفسه بما هو الصواب، ايه الحاجة الصح اللي المفروض يعملها. الحاجة اذا كنت انت يعني شايف انك تقدر تتحمل، انا رأيي انه يعني الصحافة او الاعلام دي منتهى بالنسبة للمنظومة الرياضية. يعني إذا وصلت لها ما ترجعش تاني، دي قمة. أنت دلوقتي طلعت في أعلى الهرم وشايف المنظور بقى كله، مارست هنا ومارست هنا ومارست هنا، لعبت ودربت وأدرت وعملت كل حاجة، طلعت بقى في منظور الإعلام شايف كل دول وشايفهم بشكل ادق. يعني عندك حصيله خبرات تسمح لك بالتقييم السليم. لانك مارست الرياضه ما ترجعش تنزل تاني بقى. طيب ايه افضل قرار من وجهه نظر حضرتك اتخذته خلال فتره رئاستك للاتحاد المصري لكره القدم، او بشكل عام كمسؤول في العمل العام؟ افضل قرار يعني لا، اللي هو نتائجه الى اليوم حضرتك شفت ان اللي كان لها مردود جيد جماهيريا واعلاميا، وحضرتك شخصيا رضيت عن ما تحقق بناء على هذا القرار. اختيار حسن شحاته كانت نقله كبيره فعلا في مشوارنا، لانها يعني هي في قرارات كتير مهمه، بس القرار ده يعني اهميته بتنبع من انه ترتب عليه نجاحات تاريخ كبيرة جدا. تاريخ للكره المصريه. حضرتك شفت انه مردود القرار كان